إما أن تكون محترفا أو لا تكون، هذه هي القاعدة. كي كنا نديروا القياس في الموضوع السابق تاع اللاعب المحلي وأسباب التألق وأسباب يعني الإخفاق، كان هناك عنصر مهم ومهم جدا هو يدير الفارق، يعني ستان ديتاي اللي هو أنك تكون محترف بأتم معنى الكلمة. لماذا نجح جمال بالماضي مع المنتخب وكان قد ورث منتخبا منهارا حيث فشل عدة مدربين آخرين؟ لماذا مثلا رئيس الاتحاد الأسبق محمد راوراوا بسلبياته نجح على المستوى العالمي؟ لأنه كان متمرس وعنده الكفاءة وكان في طبيعته محترفا، وين فشل اللي جاء بعده خير الدين زطشي على المستوى قول القاري والدولي؟ لماذا اليوم سوء التسيير؟ مجيد بوقرة مثلا، مجيد بوقرة كان مدرب في أول ظهور له مع المنتخب المحلي، قدر أنه يعني يخير أبرز اللاعبين بدون أي خلفية والاعتبارات، ويوظف الخبرة تاعه المتواضعة ويخلي المنتخب هذا يبرز بشكل لافت للانتباه. وين نصيبه؟ بالجهة المقابلة، هذا الملعب التحفة في اليوم الموالي يديروا فيها ماتش، يعني ماتش تاع انتركاتي ولا ماتش دو غالا تاع بين العمال كما قال هذا فريد بوسعد. يعني قبل ما نولي القضية المباراة اللي جات مور مباراة الجزائر ليبيريا، داروا ماتش انتركاتي ولا جو سي با ماتش دو غالا تاع الخدامين، الفوضى على مستوى الندوة الصحفية تبين اليوم وتعطيك مؤشر آخر على أننا لا نملك، ليس الكفاءة، لا نملك أدنى شروط الاحتراف. احنا من المسؤول عنها اليوم؟ المسؤولين في الفصل يقول لك ليست مسؤوليتنا. مسؤولية من؟ يجب أن يكون هناك مسؤول، لا فيدراسيون مسؤولة، منظمين الملعب يعني إدارة الملعب مسؤولة، كي تحكم لا بيراميد كل الناس مسؤولين، ما كاش منها ماشي مسؤول. انت المنظم، سي فري ستاد عنده اداره، ولكن انت كاتحادي انت المنظم في النهايه. احنا اون سوا الواجهه، نهتم بالواجهه.